انطلقت أعمال الدورة 162 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. تناقش الدورة مشروع جدول الأعمال الذي يتضمن عدة بنود من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والمالية والإدارية منها بند العمل العربي المشترك كما يبحث مشروع جدول الأعمال بندا حول القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي ويشتمل على عناوين عدة منها متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي فلا تزال الأوضاع في غزة وفي كافة الأراضي الفلسطينية تفرض نفسها بقوة على أجندة اجتماعاتنا كما في كل مرة ولا تزال إسرائيل مستمرة في ارتكاب أبشع الجرائم في حق الشعب الفلسطيني والإمعان في إرهاق أرواح المدنيين العزل والإمعان في إزهاق أرواح المدنيين العزل ومنع وصول الدواء والغذاء وارتكاب المجازر تلو المجازر وهنا لا بد من التأكيد أننا مطالبون جميعاً كدول ومجتمع دولي ومنظمات مجتمع مدني بالتحرك السريع والفعال ومضاعفه الجهود وتوحيدها من اجل الوقف الفوري ودون تاخير لكل الجرائم التي ترتكب على الارض الفلسطينيه. لقد فشل مجلس الامن الدولي في وضع حد للانتهاكات الاسرائيليه الفاشيه ضد الشعب الفلسطيني. رغم تزايد وعي الراي العام العالمي الحر بأن الوقت قد حان لكسر دائرة إفلات إسرائيل من العقاب إن هذه الدورة لمجلس جامعة الدول العربية سوف تكرس بدرجة رئيسية للاتفاق على موقف عربي مشترك إزاء العدوان الصهيوني الفاشي على شعبنا الصامد في الأرض الفلسطينية المحتلة فالحقيقة الماثلة أمام الجميع اليوم هي أن شعبا محتلا أعزلا يتعرض للإبادة الجماعية الممنهجة والتطهير العرقي والتجويع المتعمد والتهجير وأصبح مجلس الأمن الدولي لا في بمسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف هذه الحرب الفاشية في غزة وفي عموم الأرض الفلسطينية المحتلة